السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة منح من كل العالم. فرصة تدريب جد ممتازة براتب شهري وكذلك متاحة للجميع. الدولة المستضيفة لهذه الفرصة هي فرنسا، وبالضبط في مدينة باريس. بالنسبة للدول المتاحة لهم التقديم فهي متاحة لجميع الدول، منها الدول العربية كالمغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، السودان وغيرها من الدول العربية الشقيقة متاح لهم التقديم. بالنسبة للجهة المانحة التي توفر هذه فترة التدريب فهي ممولة من مؤسسات OECD، وهذه المؤسسة فهي عضو في الأمم المتحدة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الذي يمكنهم التقديم على هذه الفرصة، فإذا كنت حاصل على شهادة الليسانس أو لازلت تدرس في شهادة الليسانس مرحلة السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكذلك إذا كنت حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه أو لازلت تدرس في هذه المراحل، يمكنك التقديم لها. بالنسبة للتخصصات المتاحة أو التخصصات التي تتيحها هذه فرصة التدريب، فهي تتيح تخصصات الزراعة والثروة السمكية، الذكاء الاصطناعي، الرشوة والفساد، مسابقة، حكومة الشركات وكذلك التطوير، الرقمنة، الاقتصاد، التعليم والمهارات، التوظيف، الطاقة، البيئة، التمويل، الجنس والتنوع، الصحة، الصناعة، الابتكار وريادة الأعمال، التأمين والمعاشات، الهجرة الدولية، الاستثمار، الطاقة النووية، الحاكمة العامة، التنمية الاقتصادية، الإصلاح التنظيمي، العلوم والتكنولوجيا، الإحصائيات، الضريبة، السياحة، التجارة والصناعة وكذلك المواصلات. هذه التخصصات يمكنك اختيار التخصص الذي تريد التدريب من خلاله، يمكنك ذلك اختيار فقط التخصص الذي يهمك. بالنسبة لمميزات هذه المنحة، سوف تعطي لك 100 يورو شهريا لتغطية تكاليف معيشتك، وكذلك يتم إرسال خطاب دعوة بسهولة من فرنسا إلى السفارة لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي. كما تعرفون، إذا حصلت على تأشيرة الدخول التراب الفرنسي فهي تتيح لك الفرصة للذهاب إلى دول أخرى من ألمانيا، إسبانيا، السويد وغيرها من الدول الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لشروط التقديم، هذه الفرصة لا تحتاج أي شهادة للتقديم فيها، يمكنك التقديم بدون شهادة لغة، وكذلك هذه الفرصة ليس بها حد أقصى للعمر للتقديم فيها. إذا كنت سنك لا يتراوح أو يتراوح ما بين 40 سنة إلى ما فوق 20 أو 30 أو 18، يمكنك التقديم عليها لأن ليس لديها حد أقصى للعمر. بالنسبة للمستندات المطلوبة والأوراق التي يجب عليك إرفاقها، يجب عليك إرفاق خطاب نية، موتيفيشن ليتر أو ليتر دو موتيفاسيون، السيرة الذاتية بطريقة جيدة، 2 من خطابات التوصية أونلاين، وكذلك يمكنك أخذ تدريب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. وهذه الأوراق يمكنك توفيرها بلغتين، إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. بالنسبة لكيفية التقديم، يجب عليك ملء أبليكيشن أونلاين بطريقة جيدة، وهو أبليكيشن أونلاين ليس معقد كثيرا. بالنسبة لمدة التدريب، مدة التدريب هي لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى بما يعادل 40 ساعة. تشجع هذه المنظمة المتدربين على البقاء لمدة 6 أشهر على الأقل من أجل الحصول على أفضل رؤية ممكنة للعمل في هذه المنظمة. وكذلك إذا كنت تريد أو ترغب في البقاء هناك ل6 أشهر أخرى، يعني لمدة عام، يمكنك كذلك. بالنسبة لموعد التدريب، تستطيع أن تختار تاريخ تدريب على حساب رغبتك. إذا كان تختار الوقت الذي يناسبك وكذلك الشهر الذي يناسبك، وتقوم باختياره وتذهب وتقوم بفترة التدريب في الوقت الذي يناسبك. بالنسبة لآخر موعد للتقديم على هذه المنحة هو 1 مارس 2022، هذا هو الوقت الآخر وقت الذي يمكنك التقديم عليه. لديك الوقت الكافي للتقديم عليه تقريبا، فهو للسنة المقبلة. بالنسبة للإعلان الرسمي للمنحة، أو إذا كنتم تريدون الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالموقع الخاص بهذه المنحة، يمكنك فقط الضغط على
هذه الابليكيشن يعني هذه الايقونه الاعلان الرسمي والذهاب الى الصفحه او الموقع الخاص بهم. هنا سوف تجد الموقع الخاص بهذه الفرصه، سوف تجد جميع المعلومات المتعلقه بهذه الفرصه هنا بالنسبه لمن الاشخاص الذين يمكنهم التقديم. كما قلت في الموقع الخاص بنا فهي متوفره لمرحله الباشلور ديجري، ماستر ديجري، والبي اتش دي، مرحله الدكتوراه. هنا سوف تجد الاوقات التي يمكنك كذلك اختيارها، فهي متواجده هنا في شهر مارس، سبتمبر، مارس كذلك في السنه المقبله الى وكذلك 1 سبتمبر. هنا سوف تجد جميع المعلومات المتعلقه. اذا كنت تريد التقديم يمكنك التقديم بالضغط على هذه الايقونه هنا، او الذهاب الى الموقع والضغط على ايقونه تقدم الان التي سوف نقوم بالضغط عليها الان، والذهاب الى الصفحه المواليه. هنا هذا هو الموقع للتقديم. اذا كان لم يكن لديك حساب على هذا الموقع، كيف يمكننا انشاء حساب؟ يمكننا انشاء حساب خاص بنا بالضغط على هذه الايقونه نيو يوزر، نقوم بالضغط عليها هنا. هنا سوف تقوم بادخال الاسم او اليوزر نيم، كلمه السر، اعاده كلمه السر، ادخال الايميل الخاص بك واعادته هنا كذلك، وتقوم بالضغط على ريجستر. بعد الضغط على ريجستر سوف تقوم بادخال معلوماتك الشخصيه وكذلك الاوراق وكذلك ادخال معلومات الدراسه الحاليه او السابقه. لقد قمت بشرح طريقه تقديم على هذا الموقع سابقا، هذا الموقع OSD لقد قمت بشرحه سابقا. سوف اقوم بترك لينك او فيديو لطريقه الشرح في صندوق الوصف، سوف تجدون طريقه الشرح مفصله للتقديم على هذه المنظمه. سوف اقول لكم شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.